هايلان؟ تيان شوانغ القائد لي. المديرة تيان، أحضرت لك بعض الأشياء. أرسل رجال الأعمال الصينيون عربة كاملة لتسمح لي بنقلها من فضلك. طبعا قائد الفصيلة وونشو. سيدي، انقل أشياء المديرة تيان من السيارة. علم. أوه، أتممتم البناء بهذه السرعة. كل شيء أصبح مختلفا بوجود قوات حفظ السلام. لا علاقة لقوتنا بهذا الأمر، الفضل لحكمة قائد سريتنا. أنتما القائد لين. نعم. أين القائد تشاو؟ القائد تشاو تقريبا في الساحة الخلفية. تريدين منه شيئا؟ هل أستدعيه؟ لا أريد شيئا، أريد فقط تناول الطعام الذي يعده. هذا الأمر بسيط. مديرة تيان، ساعدت قوات حفظ السلام، ما إن ترغبي في تناول طعامه فسيعده لك خصيصا. هذا ليس مناسبا. لا داعي للحرج، إنه هناك فلتذهبي إليه. حسنا، أتم عملكما. سأذهب أنا إليه. في ماذا تفكر؟ ها؟ أفكر أن ننظفها ثم نزرع فيها خضروات. ماذا تعني؟ أعني حين يمل الأطفال من الدروس يأتون إلى هنا ليأكلوا الخيار والطماطم، وربما تصبح حصة عملية. فكرة جيدة. أو سيدي، بطني تؤلمني. ها؟ هل بطنك تؤلمك؟ لا تؤلمني. حاول أن تركز معها. تؤلمني فعلا. لا أتحمل، لا أتحمل. كوراي، أين تذهبان؟ سنذهب إلى الحمام. أختي تيان، بطني تؤلمني. حسنا، تفضل. شكرا لك. شكرا. هيا 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 بنا. هيا. القائد تشاو. المديرة تيان، تفضل. وأنت أيضا زجاجة مياه. هذا النوع من المياه أحبه حقا. تبذل مجهودا كبيرا، لهذا اشرب كثيرا. شكرا. يمكنك ألا تناديني المديرة، ناديني تيان شوانغ. تيان شوانغ، تيان شوانغ. حسنا حسنا. طلبت من صديقي في الصين شراء سترات قطنية لك، فالطقس هنا حار، البسها لتمتص العرق. ما الأمر؟ ألم تعجبك؟ كلا، أعجبتني جدا. أنا فقط أشعر أننا نتهادى كثيرا، تهديني اليوم وأهديك غدا. ألسنا كصينيين نهتم كثيرا بتبادل الأداب؟ ولكنني يجب أن أشكرك، أشكرك على مساعدتك لنا. هكذا تجعلني أشعر بأنني شخص غريب. فنحن جميعا صينيون، تركنا وطننا وأتينا للعمل هنا. نعم بكل تأكيد. قال القائد لين إنه سيجعلك تعد لي الطعام. حسنا، كل يوم. ماذا تفعلان؟ سيدي، تشن المديرة تيان هجوما على القائد ونحتاج تهدئة الأجواء. اذهبا للعمل. علم. Let me take a picture of you. We are so proud of you that you did such a big thing.
for children in South Sudan. To mention it, without you people from all walks of life and volunteers, our school cannot be built in such a short time, and our dream cannot come true. I'm just an initiator. Oh, you're so modest. Mr. Ge Xiangdong is the chairman of Chinese Chamber of Commerce. Marhaban. He's really the one we need to thank too, as well as the Chinese Chamber of Commerce. Also, he's a very kind-hearted entrepreneur. You really can interview him. Mr. Ge, can you give a short speech to us, please? سأكرر ما قلته من قبل. ففي الصين مقولة تقول مهما ازداد الفقر فلا يجب حرمان الأطفال من التعليم. وقد لاحظ الجميع أن المرافق الموجودة في مدرسة دانيانغ لم تكتمل بعد، وبدائية بعض الشيء، لا أقصد إساءة، فقط نريد أن نجعل هؤلاء الأطفال يعودون إلى مدارسهم سريعا. لهذا قررت الغرفة التجارية الصينية استكمال بناء مرافق المدرسة في أسرع وقت، وإضافة غرفة للحاسبات ومكتبة. هذه مجرد بداية، فمدرسة دانيانغ شاهدة على العلاقة الطيبة بين الصين وأفريقيا، وسنبني العديد من المدارس. انتظروا وسترون. تبحثين عن أحد؟ ذهب إلى مقر القيادة، أنا المسؤول هنا اليوم. هناك بيت شعر يقول: ليس هناك ما يمنع الحنين إلا التظاهر بأني لا أهتم ولم أفتح قلبي. قصيدة طاغور. أبعد مسافة في العالم. أجل أبعد مسافة في العالم، معانيها رائعة. لم ترى زوجتك وطفليك منذ مدة، تشتاق إليهم بالتأكيد. كثيرا في الحقيقة، بمجرد أن أراهم أشعر بالحنين. بالمناسبة أحمل هذه معي دوما، انظري. جميلة. لم أجد الوقت لأشكرك على شراء الحليب وإرساله. على ما تشكرني؟ لم أساعد زوجتك في شيء، تعتني بالطفلين بمفردها. أجل، تعتني بأمي والطفلين بمفردها، وهذا مرهق. جيد بقاء القوات هنا لنصف المدة. وبقيت مدة طويلة، فأنا أعد الأيام. هايلان، بحثت عنك وأنت هنا. ما الأمر؟ أحدث شيء؟ أمر جيد، اتصل بي أحد تجار الكتب وأخبرني أنه يريد التبرع بمجموعة لمدرستنا. حقا؟ أجل، سأذهب معك إذن. لا داعي، فاليوم هو الأول للمدرسة ولديك مشاغل كثيرة. سأقود سيارتي وأذهب. سأرسل من يوصلك. لا داعي، فأعمال قوات حفظ السلام كثيرة، سأذهب الآن. حسنا، مع السلامة. انتبهي لنفسك. أفعل. انظر إليها، تذهب لكل مكان تماما مثل الرياح. L-O-V-E Love الحب. 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 No matter what you've been through, no matter what you have or what you lose, don't forget to be a person with love inside your heart. Love can be love between couples, also can be the love with family and love from your mom. Therefore, I love you. I love you. Okay, that's all for today's class. See you. Thank you.
هايلاند. ها؟ أمي، لماذا جئت؟ لو لم يخرج الأطفال من المستشفى لم أكن لأعرف. كنت مشغولة جدا. انظري، من بناء المدرسة لتزيينها لبدء الدراسة، كل هذا علي. كيف أجد وقتا لأخبرك؟ بالطبع لا تجدين وقتا لتخبريني، وجدت وقتا فقط لقصة حبك. أمي، ماذا تقولين؟ جئت إلى هنا لأخبرك أن الفريق الطبي سيتغير وأنا سأعود إلى الوطن. حقا؟ هذا رائع. يا لقسوة قلبك، ألا تريدين أن تكوني قريبة من أمك؟ أنا أفكر من أجلك يا أمي، سأطمئن بعودتك. أنت تطمئنين وأنا أقلق. لا داعي لهذا القلق، فهو سيعتني بي. ومن أين سيجد وقتا من أجل أن يعتني بك؟ انسي الأمر، لا داعي للكلام. جئت لأخبرك أنني سأعود وأطمئن عليك. حسنا، سأغادر. أمي. This is a Blue Mountain coffee. Tastes very nice. You should try it. It's very nice. How about to compare your Chinese tea ceremony? They're not the same thing. One is strong, one is light. Captain, you're such a prick. Tell me, what kind of information cannot be transmitted by our intelligence agency that we need to talk face to face? What's that? It's very important. Please pay attention and listen to me. أمي، اشتريت بعض المنتجات المحلية، خذيها واقتسميها مع عمتي يانغ. ليس لها مكان معي، احتفظي بها. لماذا تأخذين معك هذه الكتب الثقيلة؟ لو تريدينها أرسلها لك عن طريق البريد أو الطرود السريعة. خذيها وأعطيني كتبي، سأطمئن وأنا أحملها معي. أنت مشغولة وأنا لا أحتاجها. ماذا تقولين؟ بقيت 3 ساعات على سفرك، عامليني جيدا خلالها. وهل تسمعين كلامي؟ حسنا، خذي كتبك معك، ولكن هذه الأشياء ستأخذينها أيضا. According to our tip, today evening there will be a number of ammunition into your mission area, and 3 of your checkpoints will flow into the day hands. Once combined, eventually cause new war and unrest. Your task is to be sure that all the deals are booked. To intercept the ammunition, we'll surely cause gunfight. Are we allowed to use deadly weapons? Yes, we can. We already have been applied to the United Nations of Authorization. But there is one requirement, as far as possible to avoid large-scale battles. Okay. I'll deploy our troop right away. I assure you, even if an ant smelt the gunpowder going through, we will catch it. Please. Important. I have to go. I don't think so. What's wrong? Come here! What are you doing? Don't help me! Don't help me! الفصيلة الثانية ومجموعة الجنديات يساعدون في تعزيز نقطة تفتيشنا. مفهوم. ولا نسمح بعبور شيء أو شخص نشتبه به. لا، سندعهم يمرون. ندعهم يمرون؟ صحيح، نقطة التفتيش قريبة من معسكر اللاجئين، وما يهربونه من أسلحة سيشكل خطورة لو حدث اشتباك. طالما الأمر هكذا، لماذا نضع نقطة تفتيش بكل هذه الجنود؟ يهربون الأسلحة مجزأة، وهذا يعني أنهم ماكرون جدا. وما سنفعله اليوم هو أننا سنحافظ على جعلهم تحت ضغط ونسمح لهم بالمرور، وهكذا نجعلهم يدخلون إلى فخنا.
محفظ. Long time ago, there lived a beautiful princess. Her skin was as white as snow. And everyone called her Snow White. Oh, what a beautiful story. Don't you think, my Snow White? Quiet! Do you know what this is? If you move, I'll press this button. وفقا لمعلوماتنا سينفذون الصفقة في هذه المنطقة من نقطة التفتيش وحتى هنا طريق إجباري واحد. انظروا هنا، المكان بعيد عن السكان وخلفه غابات. إن قمنا بوضع نقطة تفتيش هنا سنأخذ ما يهربون. هذه الغابة أرضها معقدة مناسبة لنصب الفخاخ، وهذا هو رأيي، تقود البعض إلى نقطة التفتيش لخداعهم وأنا أنصب لهم الفخ. دعني أتولى هذا، سأخذ الفصيلة الأولى وكذلك فصيلة القيادة وأصنع لهم فخا. قائد تشاو. سيدي. ستؤمن هذه المنطقة لتمنع المسلحين القادمين لاستلام الصفقة، وفصيلتي تنتظر في نقطة التفتيش لنحكم السيطرة. It's all up to you to decide what you want. If you help us get through the checkpoint, we're book donors, as you expected. Then, you can go back to your school with all your books, and you can tell all your black students about Snow White and her prince. If I don't, then I'm afraid there'll be a funeral at your school. Boom! Get out! Don't do that again! You don't have a choice. فليعرف الجميع بمجرد دخول الذخيرة ستكون العواقب وخيمة، لهذا تيقظوا جيدا لنتم المهمة بدون خسائر. مستعدون؟ أجل! تضم العملية أسلحة كثيرة وعدونا لا يعرف الرحمة، لهذا يجب أن نتوخى الحذر. استعدوا. عليهم. أعد التفكير في الأمر ودع لي الهجوم من الفخ. أنت قائد السرية أم أنا؟ حسنا، دعنا من الشجار. حسنا كما تريد. أسرعوا، هيا. هل الفصيلة وصلت لنقطة التمركز؟ وصلت الفصيلة إلى نقطة التمركز. Target. Bring your men and meet me at the checkpoint. All right. Okay. Hey, boss. We are at the check station. Okay. Everyone stay calm. Take a deep breath, and we'll get through. Yes, sir. Yes, sir. Showtime, baby. Don't be nervous. Everything's gonna be all right. As long as you follow my steps, don't try any tricks. Because if you do, your beautiful body and your school will be destroyed. Give me the bag. You need to cover the bomb. Now get up, move to the front. Hurry. Okay, I
I'd better deliver the goods on time. Major, he already called us, and I think we can make it. Then he'd better hurry up. Okay. التفتيش الدوري. ها؟ المديرة تيان، لماذا تأخرت هكذا؟ أقابلت القائد تشاو؟ قابلته وذهب لمحطة القطار ليستقبل إمدادات أخرى. دعيه لي. ما هذا؟ هذه كتب وقصص وحكايات. بايخة، بايخة، اتركيها الآن واقرأيها عندما نعود. فهايلان تنتظرها في المدرسة. هيا دعيهم يعطوا الكتب للأطفال بسرعة. هيا هيا، فليس هناك ما يدعو للقلق. حسنا، اتصلي بي إذا احتجت أي شيء. يجب أن تأتوا لتلعبوا معنا في المدرسة، لا تتأخروا. بالتأكيد. هذا رجل الأعمال الذي تبرع بالكتب. هل نرسل معك جنودا ليساعدوكم في إنزال الكتب؟ And help for carrying the books. لا داعي، فمعه عمال سيحملونها. وهو كذلك. الجو حار، لما ترتدين سترة؟ برودة، أخشى البرد. حسنا، انتبهي لنفسك. مع السلامة. اجمع هنا. اختطفوا المديرة تيان وفخخوها بقنبلة. اكتشفت أن الهدف هو تاجر الكتب والمتفجرات أسفل الكتب. هؤلاء الأوغاد. 0101. أنا 02. ابدأ. الهدف تاجر كتب، اختطف المديرة تيان. مر من التفتيش الآن بحافلة مدرسية. أخبرني بتفاصيل أكثر. في الحافلة 5 أشخاص. تيان ترتدي حزاما ناسفا. إياكم وأية مفاجآت. مفهوم. أبلغ العميد كبس الحال، سنغير خطتنا إلى إنقاذ الرهينة. أرسلت من يتتبعهم. تذكر، لا تقترب منه. وبدخولهم الفخ أوقفوا التتبع. مفهوم. قائد الفصيلة سيدي، تولى نقطة التفتيش. علم. وأنتم اتبعاني. علم. انتباه للجميع، تغيير في الخطة، إلغاء النقطة المؤقتة. ما الذي حدث؟ لقد اختطفوا تيان وقيدوها بقنبلة. تم تغيير الخطة إلى إنقاذ الرهينة. علم. كيف أوقع بالمديرة تيان؟ هؤلاء الأوغاد سأقتلهم. كفى هراء، ركز جيدا. انتباه للجميع، يمنع إطلاق النار ما لم أمر بهذا. مفهوم. مفهوم. حافظ على المسافة، حافظ على المسافة. Hey boss, I think they're trying to pick it up after us.
we have. فقدنا أثرهم، سأترك الباقي لك. Oh boss, the girl is really cooperating. Get on. Now you have questions. Don't rush. I'm a reliable businessman. I'll let you free, but when I choose to do so, because now. نجعلهم يقومون بما نريد تحت قيادتك. I think boss, Candice is getting better now. There is a hostage situation is getting complicated. General, do you think we have some problems with our intel source? No, there's no problem with the source. So, we've just met a difficult rival. They've obviously smelled out something. What is Captain Lin's contingency plan? Well, Captain Lin wants to change the operation from the direct attack to the hostage risk. I approve of the change of battle plan. That way we can rescue the hostages and employ deadly weapons while we do it. Should we send a peacekeeper to receive that? No. Too many people will cause the international community to denounce our UN presence here. Well, I must say, this is unusual military operation. But it is a nice opportunity for the captain and for the, all of the peacekeepers to show who we really are and what we really can do. Yes, that's true. But we need to observe this operation very carefully. Yes, sir. استعدوا لركوب العربات. اركبوا. اوكي جزوم. Is he gonna stand me up? He's coming. Everything's in control. All Yes! Yes! Good job, OK. May God bless us all with success today. The guys go to the gate. Stay shut there. Hey, 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 hey! Come back, come back! Don't worry, Lieutenant. Look! You're perfectly safe here. What a perfect shooting spot here. There'll be the grave of the Chinese speaker here. Okay, you're just as smart as brave as we expected. We're lucky to have you on our team. I'm not lucky. We should feel happy and lucky that we have her.
Thanks, no way. Don't touch me! You're bastard! If it wasn't because of her, we would have never gotten through the checkpoint. She was our shield. بدون شك سنواجه معركة خطيرة. All right, let's wrap this up. It's starting to rain. Come on. Don't be so rushy. Let's have a drink and celebrate. Yeah, I got some fancy brandy for us, eh? Let me get it. Yeah, now you are a good host. I know, right? You two, go get the stuff. أيها القائد. أمرك. أهجم مع كوري من اليسار. لوهان سيدي. أهجم مع شي سان شاو من اليمين، وأنا وخاش هانجي من الأمام. علم. لنبدأ بحراس البوابة، ثم الأهداف أعلى المبنى والأشجار، فنسيطر على نقطة القنص ونقتل الأهداف في الداخل، ثم أقتحم مع الفصيلة الأولى من الأمام. لوهان سيدي. ستهجم بفصيلة القيادة من الخلف وتغطي القائد أثناء إنقاذ الرهينة، فهمتم؟ مفهوم. ليحضر الجميع، لنتحرك. Okay, this is good. I like what you've done. There's a lot of guns and ammo in here. I bet weapons and ammo is the only thing that you care about now. I got a surprise for you. What is this? We're gonna go log hunting? Should have these. Vice cops? You're right. We're going to train them into the strongest hunters in the African wilderness. I like this. And these weapons are going to help us do it. This is good, Kay. I like this. You've outdone yourself this time. I have another surprise for you. Hey, bring it in. هل تريان هذين الحارسين؟ أجل، اقضي عليهما. علم. See? Suicide bombers are more useful to the enemy. Major, your men lack this spirit. These men that we're training must have this spirit. They must be ready, brave, to give their bodies and die for their enemy. You devil! I'll kill you! لتستعد المدرعات. التصويب على الهدف. الاستعداد للإطلاق. علم. اقتحام. تصويب. للجميع استعدوا لمحاصرة الهدف وقتل من في الخارج. Thank you.
Listen carefully! All of you! Lay down your arms and you'll spare your life! مجموعة القنص، اقضوا على السلاح الثقيل. مجموعة القنص علم. انظر. صفر واحد، تغير الموقف. الهدف يتحرك إلى الساحة الخلفية ويمسك بجهاز تحكم. سيدي أوقف النار، نفذ الخطة البديلة. الأولى تغطية والثانية إنقاذ، ثم نبطل القنبلة. مفهوم. سانشاو اتبعني. علم. لبودو سيدي لتفك المتفجرات. علم. المجموعة الأولى والثانية، حصروا الهدف وراقبه، اتبعوه. بوس، ماجي أند لوتنانت أوف جولد. What should we do? Stay calm. It's time for your contributions. Get into your shooting positions and begin the last game. This is what happens to you when you're not loyal to your god. Now get your asses moving! Move! إرهابيون. سيدي. سيدي. هذا الذي اختطفني عندما كنا في ليبيا. إنهم ماكرون جدا. Drop your weapon. There you are, my old friend. Nice to see you again. As long as you are still vicious.